معانا الكاتب محمد نبيل رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافي، نتعرف منه على كافه التفاصيل. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح الخير يا استاذ بسام. اهلا بيك يا فندم. صباح الخير. عايزين نفهم اكتر ونتعرف اكتر على مشروع الالف مبدع. الحقيقه هذا المشروع تم تنفيذه في محافظه او محافظتي شمال وجنوب سيناء العام المالي الاول، مثلا من يناير لشهر يونيو 23. وبالفعل تم الانتصار للثقافة في معارك الوعي في سيناء وتكوين 1000 مبدع من الأطفال والشباب في شمال وجنوب سيناء. هذه التجربة يعني عندما نجحت كان بصراحة وبدعم من معالي وزير الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني توجيهات يعني مؤكدة أن تتكرر التجربة بشكل أعمق وبشكل أكبر في صعيد مصر، وخاصة في محافظات الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام 23، وأيضا محافظة المنيا ومحافظة سوهاج وهكذا أسيوط، مقر إقليم وسط الصعيد الثقافي. الحقيقة عندنا في كل محافظة من المحافظات الثلاثة اللي ذكرناهم أسيوط والمنيا وسوهاج تقريبا حوالي من 5.5 مليون لستة مليون نسمة في كل محافظة، باستثناء الوادي طبعا عدد السكان أقل بكثير. إنما عايز أقول لحضرتك لو استثمرنا طبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن عدد الأطفال أو نسبة الأطفال والشباب في محافظات مصر تقريبا 60%، فإحنا بنتكلم على أكثر من 3 مليون في كل محافظة، بنتكلم على إمكانية استيعابهم أو استيعاب عدد كبير منهم. كلما أمكن ان شاء الله كل مشروع ثقافي وكل خطه ثقافيه وبرنامج ثقافي علشان خاطر اولا اكتشاف المواهب، ثانيا تنميه هذه المواهب ودعمها، ثالثا يعني تقديم مبدعين جدد للمجتمع المصري وخاصه الجمهوريه الجديده التي ننشدها جميعا. طيب المشروع الالف مبدع، احنا وضعنا رقم بسيط وهو رقم 1000 على مدار الشهرين او شهر 8 وشهر 9 أغسطس وسبتمبر علشان خاطر يتم التخرج في شهر أكتوبر احتفالا بالعيد الخمسين ذكرى نصر أكتوبر العظيم في كل محافظة من محافظات الصعيد وتقديم 1000 مبدع من الأطفال والشباب. هذه التجربة لا تعني تكرار المبدعين أو تكرار أو إعادة تقديم يعني أسماء من الأطفال أو من الشباب تم مشاركتهم من قبل أو اكتشافهم من قبل، لا، هم أسامي جديدة جدا بالمرة، تجارب أو هي التجربة بالنسبة لهم هي التجربة الأولى في قرى ونجوع صعيد مصر. تم الاتفاق مع السادة المحافظين لمحافظات أسيوط وسوهاج والمنيا والوادي على تبني هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني. طيب إحنا على الأرض عملنا إيه؟ إحنا لما رحنا المنيا كنا في عزبة أو قرية العور وقدمنا أكثر من 50 طفل وطفلة في مواهب مختلفة، وأتمنى إن شاء الله كلهم ظهور في التلفزيون لأن في مواهب تلقائية بديعة جدا. طب لما رحنا في أسيوط كان هذا الحال، طبعا أنا بتكلم على بداية الإعلان عن التجربة في 15 أغسطس، فأنا بتكلم عن أرقام مع بداية الإعلان من أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير، في 50% و75% في أسيوط. اما في سوهاج فبنتكلم على زياره لطهطه او قصر ثقافه طهطه اللي حضراتكم بتتكلموا عنه. اعمار احنا بنتكلم خليني بس ارجع لحته الاطفال يا فندم، احنا بنتكلم على اعمار من كام لكام؟ يعني من سن كام لكام بنقول عليه طفل لسه؟ طبعا حتى ال 18 سنه فهو طفل قانونا طبعا. حتى 18 سنه. حتى 18 سنه. طيب احنا عملنا ايه بقى مع الاطفال؟ احنا تم اكتشاف في قريه او في مركز ومدينه طهطه في سوهاج، وكلنا عارفين اهميه الاهتمام بصناعه الانسان او صناعه الوعي وبناء الانسان في محافظات الصعيد وبالاخص في محافظه سوهاج. كان اللقاء المثمر مع سياده اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور احمد القاضي نائب المحافظ والتوجيه لمركز ومدينه طهطه. بالفعل عندنا هناك زملاء في الثقافه وما اجمل ومؤمنين جدا بالتجربه ومؤمنين بالثقافه ورسالتها ودورها، اكثر من 100 طفل فعليا. هذا الرقم رقم حقيقي واحنا مصرين ان يبقى الرقم حقيقي امام الاعلام عشان تبقى المحاسبه في شفافيه، لن نعلن ارقاما فضفاضه او ارقاما بلاغيه. طيب العدد اولا تم تكوين فرقه لكورال اطفال طهطه
تقريبا 25 طفل من كرة الأطفال تهطى بنات وولاد. عظيم جدا. تمام يا استاذ محمد، انا بس عايز يعني اتكلم مع حضرتك في نقطه سريعا كده. حضرتك بتقول انه في نماذج بالفعل متفوقه من هؤلاء الاطفال، واتمنى ظهورهم في التلفزيون، ده واجب اصلا، ظهورهم في التلفزيون ده واجب، وده دورنا اللي احنا بنقوم بيه، واحنا مستعدين يكون في تواصل مستمر بيننا وبين حضرتك لظهور هذه النماذج عندنا في برنامج صباح الخير يا مصر. على كل بنشكر حضرتك الكاتب محمد نبيل رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافي، شكرا جزيلا.